من بين ثنايا العصور. جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها، وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها، لكرام القوم قدمناها حكايات شعبية. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. نقدم لكم اليوم حكاية أخرى من حكايات ألف ليلة وليلة، أرجو أن تنال إعجابكم. حكايتنا اليوم بعنوان البنات الثلاث. يحكى أن حمالا فقيرا كان يعيش في مدينة بغداد في زمن الخليفة هارون الرشيد. كان ذلك الحمال وحيدا في الحياة بلا زوجة ولا أولاد، فكان يقضي نهاره في سوق بغداد حاملا مشتريات الناس في قفصه الذي يضعه فوق رأسه. ذات يوم كان الحمال واقفا كعادته في السوق منتظرا من يدعوه لحمل مشترياته. رأى سيدة شابة جميلة ترتدي ملابس حريرية موشاة بالذهب وهي تتقدم نحوه قائلة: أيها الحمال اتبعني، لدي مشتريات كثيرة وأرجو أن تحملها إلى البيت. تفاءل الحمال خيرا وقال: نهارك سعيد يا سيدتي، يبدو أن الله سيرزقني على يديك خيرا كثيرا. صارت السيدة الجميلة في السوق والحمال يتبعها، وبعد قليل توقفت عند بائع الفاكهة والخضر واشترت منه خوخا وتفاحا ومشمشا وخيارا وليمونا وكثيرا من الفاكهة والخضر. وضعتها في القفص وطلبت من الحمال أن يحملها، فحملها وصار يتبعها. بعد قليل وقفت السيدة عند الجزار وطلبت منه أن يقطع لها 10 أرطال من اللحم، فلما وزنها وضعتها في قفص الحمال وصارت وهو خلفها يتبعها. هكذا راحت السيدة تنتقل من بائع إلى بائع، مرت بحانوت الحلواني والبقال والعطار، لم تترك محلا حتى اشترت منه شيئا. أخذ الحمال المسكين يئن تحت ثقل حمله، فقالت له السيدة: تماسك وسوف أعطيك أجرك مضاعفا إن شاء الله. بعد أن أنهت السيدة مشترياتها غادرت السوق والحمال يتبعها حتى وصلت إلى بيت فخم البناء، أمامه حديقة مثمرة. تقدمت نحو باب البيت المصنوع من خشب الأبنوس المحلى بصفائح الذهب. طرقت الباب طرقا خفيفا، وبعد قليل فتح الباب وظهرت من خلفه فتاة ذات حسن وجمال. رحبت بالسيدة والحمال وأدخلتهما إلى داخل البيت. رأى الحمال داخل البيت من الأثاث الفاخر ما لم يره طوال حياته. صارت أمامه السيدتان حتى وصلت إلى قاعة فخمة عليها ستائر من الحرير، وفي وسطها سرير من المرمر المزدان بالجوهر. تجلس بداخله سيدة غاية في الروعة والجمال، فسبحان من أبدع وسبحان من صور، وهي صاحبة البيت. فلما رأت أختيها واقفتين والحمال خلفهما يئن تحت ثقل حمله أشفقت عليه وقالت: لماذا تقفان هكذا وتتركان ذلك المسكين يتألم من ثقل حمله؟ ساعدوه في إنزال قفصه. سارعت الأختان بمساعدة الحمال على إنزال قفصه وإفراغ محتوياته من المشتريات، ثم وضعن كل شيء في مكانه بالمطبخ. أعطت التي أحضرت المشتريات من السوق للحمال 2 دينار قائلة: هذا أجرك الذي وعدتك به، فخذه وانصرف لحالك. نظر الحمال إلى ما تحيا فيه السيدات الثلاث من رغد العيش والحياة الناعمة، وقال متعجبا في نفسه: كيف تحيا هؤلاء السيدات هذه الحياة الناعمة المرفهة
ولا يكون معهن أخ ولا أب ولا أم ولا رجل يحميهن ويقوم على رعاية مصالحهن. فلما رأينه واقفا لم يتحرك من مكانه، قالت التي كانت تجلس في السرير: ما لك لا تذهب إلى حال سبيلك؟ هل استقللت الأجرة؟ التفتت إلى أختها التي أحضرت المشتريات قائلة: أعطيه دينارا آخر حتى ينصرف إلى حاله. فقال الحمال: لقد أخذت أجري مضاعفا، إنني أعمل طوال النهار ولا أتحصل على دينار واحد إلا بصعوبة، إنما وقفت أتفكر في حالكن وأنتن تعيشن وحيدات بلا أخ ولا زوج أو ونيس أو أحد يقضي لكن مصالحكن ويقوم عنكن بأعباء الحياة ويسهر على خدمتكن. تأثرت السيدات الثلاث من كلام الحمال، وقالت إحداهن: هذا صحيح، نحن في حاجة إلى رجل يقضي لنا حوائجنا، لكننا نخاف أن نودع أسرارنا عند من لا يحفظها. فقال الحمال: سأكون لكن أخا يحفظ السر ويقوم بقضاء مصالحكن، ولن تجدن مني إلا كل خير، وأعدكن بذلك. لما سمعن حديثه قالت إحداهن: لن نسمح لك أن تكون أخا لنا حتى تعدنا ألا تتدخل في شؤوننا وألا تسأل عما لا يعنيك مهما بدلك من أحوالنا. وعدهن الحمال بذلك، وأقسم أنه سيكون نعم الأخ والخادم لهن، وأنه لن يفتح فمه أو يتكلم فيما لا يعنيه. قالت التي كانت تجلس في السرير: انهض إلى الباب واقرأ ما هو مكتوب عليه. نهض الحمال متوجها إلى باب البيت، وجد مكتوبا عليه بماء الذهب: لا تتكلم فيما لا يعنيك حتى لا تسمع ما لا يرضيك. وعاد إليهن قائلا: أعدكن بألا أفتح فمي مهما رأيت أو سمعت. هكذا وافقت السيدات الثلاث على أن يقوم الحمال بخدمتهن ويكون لهن بمثابة الأخ الذي يقضي لهن مصالحهن. مضى النهار بطوله، وجاء الليل بظلامه، وهم الحمال أن ينصرف عائدا إلى بيته بعد أن قام بعمله. سمعت السيدات طرقا على باب البيت، قامت إحداهن وفتحت الباب، فرأت ثلاثة رجال قرباء من الروم ذقونهم محلوقة، وكل واحد منهم أعور بالعين الشمال، وهم جميعا في هيئة الصعاليك. طلبوا منها بعض الطعام، فعادت إلى أختيها وأخبرتهما بما رأت وسمعت. فقالت الكبرى وهي التي كانت تجلس في السرير: أدخليهم، فالطعام لدينا كثير، لعلنا نتسلى بقصتهم ونضحك من مناظرهم، ولكن اشترطي عليهم ألا يتكلموا فيما لا يعنيهم حتى لا يسمعوا ما لا يرضيهم. عادت إليهم وأرتهم ما هو مكتوب على الباب، فوافقوا على ألا يسألوا عن شيء مهما رأوا ومهما سمعوا. هكذا دخل العور الثلاثة إلى البيت، جلسوا يأكلون حتى شبعوا. فقال لهم الحمال: أليست معكم حكاية أو نادرة تسلون بها يا إخوان؟ فقال أحد العور: نحن نجيد العزف والغناء، فإن أذنتم لنا أسمعناكم من عزفنا وغنائنا ما يطربكم. أحضرت التي فتحت الباب لهم عودا ودفا، انطلق الغرباء الثلاثة يعزفون ويغنون بأصوات صاخبة يسمعها كل من يسير في الشارع، والحمال والسيدات الثلاث ينصتون إليهم. ولا ندري إن كان من سوء أو من حسن الحظ أن الخليفة هارون الرشيد كان في ذلك الوقت قد خرج متنكرا ومعه وزيره جعفر ومسرور سيافه، وذلك لتفقد أحوال الرعية، والثلاثة متنكرون في ملابس تجار عرب غرباء عن بغداد. فلما سمع هارون الرشيد أصوات العزف والغناء الصاخبة قال لوزيره جعفر: اطرق هذا الباب حتى نرى ما هذا الصخب الذي يحدث بالداخل. تقدم الوزير جعفر من الباب وطرقه، أسرعت إحدى الأخوات الثلاث بفتح الباب، فقال لها الخليفة:
نحن تجار من فلسطين ونحن نازلون في خان التجار، لكن هذه الليلة عزمنا أحد التجار بغداد على العشاء في داره، فلما انتهينا من طعامنا وغادرنا داره إلى الخان تهنى عنه، فهل تتكرمون علينا بالمبيت عندكم حتى الصباح؟ وافقت على إدخالهم بعد أن استشارت أختيها، وبعد أن أرتهم ما هو مكتوب على الباب، وشرطت عليهم ألا يتكلموا فيما لا يعنيهم حتى لا يسمعوا ما لا يرضيهم. هكذا دخل الخليفة والوزير والسياف، جلسوا ينصتون إلى عزف وغناء العور الثلاثة. تعجب الخليفة من كونهم جميعا عورا بالعين الشمال، فلما اشتد العزف والغناء تغير حال السيدات الثلاث فجأة وبان الغضب في وجوههن، وقالت صاحبة البيت وهي التي تجلس في سريرها المرمري من قبل: أحضروا الكلبتين، لقد حان وقت عقابهما. وأسرعت بإحضار صوت رهيب ثم وقفت تلوح به في الهواء منتظرة إحضار الكلبتين. في ذلك الوقت كانت التي أحضرت المشتريات من السوق قد أسرعت بمساعدة الحمال في إحضار كلبتين سوداوين مقيدتين بالسلاسل وأوقفتهما أمامها، وفي ثورة غضب راحت صاحبة البيت تنهال بالصوت على الكلبتين حتى أدبتهما، والكلبتان تصرخان وتستجيران حتى تعبت صاحبة البيت فألقت بالصوت من يدها وجلست تبكي. كل هذا والحاضرون يتعجبون، أما الخليفة فقد ضاق صدره من هذا المنظر، لكنه لم يستطع أن يتكلم لأنهن شرطن عليه ألا يتكلم فيما لا يعنيه حتى لا يسمع ما لا يرضيه. لم يجرؤ أحد من الحاضرين أن ينطق بكلمة. ما حدث بعد ذلك كان أعجب وأغرب، فبعد أن هدأت ثورة صاحبة البيت أشارت إلى التي قامت بإحضار المشتريات من السوق قائلة: الآن حان دورك يا أختاه. أمسكت الأخيرة عودا وأخذت تعزف عليها وتغني غناء حزينا يدمي القلوب ويمزقها حتى شقت ثيابها، فبان أثر ضرب وتعذيب على رقبتها وكتفيها، ثم أخذت تبكي حتى غابت عن الوعي. أسرعت صاحبة البيت برش الماء على وجهها حتى ثابت إلى رشدها. ما حدث مع المرأة الثانية حدث مع الثالثة. تأثر الخليفة هارون الرشيد من هول ما رأى وقال لوزيره جعفر: لن أستريح حتى أعرف خبر هؤلاء النسوة الثلاث وخبر هاتين الكلبتين ولماذا يفعلن بهما ذلك. أجاب الوزير جعفر: تذكر يا مولاي أنهن اشترطن علينا ألا نتدخل فيما لا يعنينا حتى لا نسمع ما لا يرضينا. تهامس الصعاليق العور الثلاث فيما بينهم، وقال أحدهم: ليتنا متنا من الجوع وما حضرنا إلى هذا البيت حتى نرى ما رأينا. نظر إليهم الخليفة وقال متعجبا: ألستم من هذا البيت؟ قال الصعلوك الثاني: نحن غرباء مثلكم وما دخلنا هذا البيت إلا قبلكم بقليل. أجاب الخليفة: هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، لا بد من معرفة السر ما يحدث. سمعت صاحبة البيت حديث الخليفة فقالت: عن أي شيء تريد أن تسأل أيها التاجر؟ قال الخليفة: عن سبب عقابك للكلبتين ثم بكائك وعن أثر هذا الضرب والتعذيب في جسد أختيك. غضبت صاحبة البيت غضبا شديدا ثم ضربت الأرض بقدمها ثلاث مرات قائلة: أسرعوا عجلوا. وفي الحال فتح باب حجرة داخلية وخرج منه سبعة عبيد أقوياء بيد كل واحد منهم سيف مسلول، فأحاطوا بالخليفة والآخرين قائلين: اسمح لنا يا سيدتي أن نضرب رقابهم. وهكذا وجد الخليفة والآخرون أنفسهم يواجهون خطر الموت. قالت صاحبة البيت: اتركوهم حتى أسألهم عن حالهم قبل أن تضربوا رقابهم. فقال الحمال مرتجفا: يا سيدتي
لم تقتليني بذنب هؤلاء الصعاليك وهؤلاء التجار وأنا ما خالفت لك شرطا؟ فزال غضب صاحبة البيت قليلا وقالت: لم يبق من أعماركم إلا قليل، فأخبروني أولا بخبركم، لما تجرأتم على دخول داري؟ قال الخليفة لوزيره جعفر: ويلك يا جعفر، أخبرها من نكون، وإلا قتلنا هؤلاء الوحوش غدرا ودون ذنب جنيناه. قال جعفر هامسا: تمالك نفسك يا مولاي حتى نعرف قصة هؤلاء السيدات الثلاث وسبب تصرفاتهن الغريبة. وهنا أشارت صاحبة البيت إلى واحد من الصعاليك الثلاثة قائلة: هل ولدت أعور بالعين الشمال هكذا؟ تقدم الصعلوك الأول منها قائلا: أبدا يا سيدتي، ولكن جرت لي قصة غريبة وهي التي تسببت في تلف عيني، قصة لو كتبت بالإبر على مآق البصر لكانت عبرة لمن يعتبر. تأثرت صاحبة البيت من كلامه وقالت: كل واحد منكم يحكي لي حكايته وسبب مجيئه إلى بيتي، ثم يلمس بيده على رأسه وينصرف إلى حاله. تقدم الحمال قائلا في عجل: لقد استأجرتني أختك من السوق لحمل مشترياتها، فلما جئت هنا صعب علي حالكن، وعرضت عليكن أن أبقى معكن لخدمتكن ورعاية شؤونكن، وأكون لكن بمثابة الأخ الناصح المعين، ولم أخل بشرطي حتى جاء هؤلاء الصعاليك وأولئك التجار، فثار غضبك بسبب فضولهم، وأنا لا ذنب لي فيما حدث. فقالت صاحبة البيت: ملس على رأسك واذهب إلى حالك، فلم يعد لنا حاجة إلى وجودك معنا. فقال الحمال: لا أذهب حتى أسمع قصص هؤلاء الرفاق كما استمعوا إلى قصتي. وهنا تقدم الصعلوك الأول ليحكي حكايته قائلا: إن سبب حلق ذقني وفقد عين الشمال له قصة طويلة، وها أنا ذا أحكيها لكم. لقد كان أبي ملكا على مدينة كبيرة من مدن الروم، وكان عمي ملكا على مدينة أخرى، وقد ولدتني أمي في نفس اليوم الذي ولدت فيه زوجة عمي ابنها. مضت سنوات كثيرة كبرت أنا وابن عمي خلالها حتى صرنا شابين، نشأنا مثل الأخوين المتحابين، كان كل منا يزور الآخر في مملكة أبيه. سكت الصعلوك الأول متلاهدا في ضيق، ثم أضاف قائلا: وذات يوم كنت في زيارة لابن عمي في قصره، فأكرمني غاية الكرم وألح علي أن نخرج في رحلة صيد إلى الصحراء الشاسعة الممتدة خارج حدود المملكة. كانت هذه الصحراء مأوى للصوص وقطاع الطرق والخارجين على القانون، الذين كان عمي يطلق عليهم الثوار، والذين كانوا على عداء شديد مع عمي بسبب حربه لهم وتجريد الجيوش لحربهم والقضاء عليهم، لكنهم كانوا يلوذون بالجبال الوعرة التي يعرفون طرقها جيدا، لذلك لم تفلح الجيوش في القضاء عليهم. فلما توغلت أنا وابن عمي للصيد داخل الصحراء، رأى ابن عمي غزالا انطلق خلفه يطارده، ومن سوء حظه أن الغزال قاده إلى معاقل اللصوص والثائرين، فلما عرفوا أنه ابن الملك أسروه وقتلوه. تمكنت أنا من الفرار والنجاة بصعوبة، لكنني لم أجرؤ على العودة لمملكة عمي لأخبره بما حدث، خوفا من أن تقتله الصدمة، وبدلا من ذلك عدت إلى مملكتي لأخبر أبي بما حدث ليجرد جيشا ويجعلني قائده حتى أثأر لابن عمي من هؤلاء الأوغاد. توقف الصعلوك الأول ثم قال في حزن: لم أكن أدري أن هناك مصيبة أكبر في انتظاري، فعند وصولي إلى باب مملكة أبي سارع إلي مجموعة من الحراس كتفوني بالحبال. تعجبت في نفسي وقلت: ترى ماذا حدث؟ هؤلاء خدم أبي وأنا ابن الملك، فلماذا يفعلون بي ذلك؟ لم أطق صبرا على ذلك، فصحت فيهم: أيها الأوغاد، أنا ابن الملك، فماذا تفعلون بي؟ فلم يرد علي الحراس، وقادوني إلى قصر أبي.
قابلني أحد خدام أبي المخلصين وقال لي: إن أباك قد غدر به الزمان وخانه الوزير فقتله، وهو الآن يجلس متربعا على العرش ملكا للبلاد. فلما سمعت ذلك أظلمت الدنيا في وجهي. قادني الحراس إلى الوزير الخائن، وكانت بيني وبينه عداوة قديمة، وسبب تلك العداوة أنني منذ صغري كنت مولعا بالصيد بالقوس. وذات يوم كنت واقفا فوق سطح القصر وبيدي القوس، فرأيت طائرا فرميته بالقوس، لكن السهم أخطأ الطائر وأصاب عين الوزير فأتلفها، وأنا لا أقصد ذلك. لم يجرؤ الوزير على معاقبتي يوما لأنني كنت ابن الملك، لكنه أضمر لي في نفسه الشر. ولما حدث ما حدث وقفت مقيدا أمام الوزير الذي صار ملكا، نظر إلي باستهانة وقال لحراسه: اضربوا عنقه. سكت الصعلوك الأول ثم قال متألما: فلما رأيت الوزير الخائن أمر حراسه بقتلي. قلت له مستنكرا: بأي ذنب تأمر حراسك بقتلي؟ ألم تكتفي بقتل أبي وتشريد أهلي والاستيلاء على العرش؟ أشار الوزير الخائن إلى عينه التالف وقال: وأي ذنب أعظم من قلعك لعيني؟ فقلت له: هذا خطأ، وقع مني قضاء وقدرا، لقد كنت صغيرا ولم أتعمد فعل ذلك بك عمدا ولا عن قصد مني. غضب الوزير الخائن غضبا شديدا وقال لحراسه: قرب ذلك الأحمق مني حتى أقتص منه بنفسي. فدفعني الحراس إليه بقوة، فمد الوزير الخائن أصبعه في عيني بقوة حتى فقأها، فصرت من هذه اللحظة أعور بعين الشمال كما ترون. تأثر الحاضرون بما سمعوا وأشفقوا على الصعلوك الأول، وقالت صاحبة البيت: هذا سبب فقد عينيك، فماذا عن حلق ذقنك؟ تنهد الصعلوك الأول في ضيق وقال: بعد أن فقأ الوزير الخائن عيني أمر حراسه أن يضعوني في صندوق، ثم قال للسياف: خذ هذا الشاب إلى خارج المدينة وأشهر سيفك، ثم اقتله ومزقه قطعا صغيرة وألق به للوحوش حتى تأكله وأستريح من منظره. حملني السياف وصار بي حتى خرج بي من المدينة، وهناك أخرجني من الصندوق وأنا مقيد ليقتلني كما أمره الوزير الخائن. هنا صعبت علي نفسي وتذكرت سابق عزي وذل اليوم، فبكيت وتوسلت إليه أن يرحمني ويعفو عني وألا يقتلني. أخذت أذكره بسابق مودتي له وإحساني إليه، وأنه كان ذات يوم من رجال أبي. ظللت أستعطفه بشعر مؤثر حتى رق قلب السياف لي وأشفق علي، وقال لي في صوت تخنقه العبرات: ماذا أفعل يا ولدي وأنا عبد مأمور؟ لو لم أنفذ أوامر ذلك الوزير الطاغية أمر بقتلي. إن لوالدك الراحل كثيرا من الفضل علي والإحسان إلي، ولكن ماذا بيدي الآن؟ قلت له: تستطيع يا سيدي أن تطلق سراحي، وأقسم لك أنك لن ترى وجهي بعد الآن، لن أدخل هذه المملكة مرة أخرى، ولن يراني أحد حتى يخبر الوزير الخائن أنك أطلقت سراحي. أطلق سراحي وعد لتقول له أنك قتلتني وأطعمتني للوحوش. عندما سمع السياف هذا الكلام فك قيودي وأطلق سراحي قائلا: أهرب من هذا البلد لتفوز بعمرك حتى لا تهلك وتهلكني معك. فلما فعل السياف معي ذلك شكرته وانطلقت هاربا، وأنا لا أصدق أنني نجوت. ازداد تأثر صاحبة البيت لما سمعته وقالت: وماذا فعلت بعد ذلك؟ قال صعلوك الأول: سافرت حتى وصلت إلى مدينة عمي حتى أحكي له ما حدث لأبي، وأطلب منه أن يجهز جيشا للثأر من الخارجين على القانون الذين قتلوا ولده، وجيشا آخر للثأر من الوزير الخائن على قتل أبي. ولكن بمجرد دخولي إلى مملكة عمي سمعت دقات طبول وأصوات أبواق تقترب من المدينة،
التفت ورائي ورأيت مصيبة أكبر. رأيت جيشا جرارا يقتحم مملكة عمي. كان الوزير الخائن على رأس ذلك الجيش الجرار، وخلال وقت قصير تمكن جيش الوزير الخائن من مداهمة مملكة عمي والاستيلاء عليها في غفلة من أهلها، ودون أن يتمكن جيش عمي من إعداد العدة لملاقاتهم. تمكن الوزير الخائن من قتل عمي كما قتل أبي من قبل، واستولى على مملكته أيضا. فلما رأيت جنود الوزير الخائن يملؤون المملكة ويجوبون شوارعها، خفت أن يراني أحد ويتعرفني فيقودني إلى عدو ليقتلني. وهكذا تراكمت علي النوائب والأحزان. فكرت في حالي فلم أجد سوى حل واحد ينقذني من الموت، وهو حلق لحيتي حتى أغير ملامح شكلي فلا يتعرفني أحد. هكذا حلقت ذقني وفررت من المدينة حتى وصلت إلى مدينة بغداد، وكل أمل أن أجد من يوصلني إلى قصر الخليفة هارون الرشيد حتى أقص عليه ما جرى لي ولعائلتي، وأطلب منه أن يساعدني في الثأر من ذلك الوزير الخائن. فلما وصلت إلى هنا رأيت أحد هذين الصعلوكين وقلت له: أنا غريب عن هذه المدينة. وعلمت أنه هو أيضا غريب مثلي. وبينما نحن واقفان جاء ذلك الصعلوك الثالث وانضم إلينا. ومن الغريب أننا نحن الثلاثة عور بالعين اليسرى، وقد حلق كل منا لحيته. ثم طرقنا باب بيتكم نطلب طعاما، فقالت صاحبة البيت: ملس على رأسك وانصرف لحالك. فقال الصعلوك الأول: لا، لا أنصرف حتى أسمع قصص رفاقي. وهنا تقدم الصعلوك الثاني ليحكي حكايته. إلى هنا أصدقائي نأتي على نهاية حكاية الصعلوك الأول. أما حكاية الصعلوك الثاني فلنا لقاء معها غدا إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية.